السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مهندس علي جمال من كورس الأندرويد بلغة الكوتلين. إن شاء الله درس النهاردة هنعمل تطبيق جديد مع بعض، وهي فكرته كانت يعني البحث كده في بعض المواقع، وهو حساب وزنك على كواكب الأخرى. يعني مثلا هو تطبيق بسيط، يعني هتلاقيه إيه يعني هفان شوية، يعني ان انت وزنك مثلا على كوكب عطارد هيبقى قد ايه، او طيب او باقي الكواكب يعني. طيب ازاي نعمل تطبيق زي دوت؟ بكل بساطة محتاجين معادلة. المعادلة هنا لقيتها على موقع ان حساب وزنك او وزنك انت بالكيلو في الرقم اللي هو هيديهولك في الموقع هنا، تمام؟ تقدر تطلع بحساب وزنك على الكوكب أو باقي الكواكب اللي أنت شايفها. طيب التطبيق بتاعنا إحنا هنعمله يعتبر هيبقى تطبيقين. أول تطبيق هنعمله مع بعض، هنحسب الوزن على كوكب واحد، هتتعلم منه أكتر في المعادلات والحاجات دي، وبعد كده هنعمل تطبيق آخر هعلمك فيه إزاي تعمل تشيك بوكس، علامة اللي هي التشيك اللي انت بتعملها قدام مثلا أكثر من اختيار، يعني تقدر تختار اختيار واحد مثلا لو حطيت لك أكثر من اختيار. طيب تعال نفتح برنامج مع بعض، نضغط Start New Android ونخلي اسم الابليكيشن هيبقى Your Will On، وبعد كده نضغط Next، بعدين هنختار المينيمم SDK اللي هو الـ API هيبقى 18، اوكي نيكست، بعدين Empty Activity، بعدين Finish. فتح البرنامج معايا، هنروح على التصميم على Activity Main. طبعا هننتظر تحت لغاية ما يحمل ويبتدي يفتح البرنامج معايا. الدرس ده هيبقى عبارة عن تصميم فقط، والدرس اللي جاي إن شاء الله أو الدروس اللي جاية هتبقى برمجة التصميم اللي احنا هنعمله في الدرس ده. طب احنا محتاجين ايه في برنامج زي كده؟ ممكن نحتاج ان احنا نحط تايتل للبرنامج، تمام، أو الصفحة بتاعتنا الاكتيفيتي، وهنحتاج للإيديت تكست بحيث المستخدم يدخل فيه الوزن بتاعه، وبعدين هنحتاج بوتون، البوتون هنضغط عليه المفروض ان هو يظهر لي الوزن في تكست فيو، تمام. تعال نشيل هالور مع بعض ونبتدي نحط. اول حاجة قلنا محتاجين تكست فيو بحيث نعرض فيه اسم البرنامج. لو انا جيت سحبته بالشكل دوت، تعال اصغر لك الجزء ده بحيث يبقى واضح عندك، ونبتدي نثبت زي ما احنا عارفين التكست فيو، نسحبه بالشكل ده ونغير في الحجم بتاعه أو حجم التكست. تعال نخليه 24 ونخليه بولد ونخليه سنتر، اوكي. تعال نكبر تكست فيو. طيب تعال نغير الاسم بتاعه، قلنا بنضغط هنا المفروض ان انا اكون حاطط الاسم في الريسورس في ملف string. في طريقة اخرى سريعة ان انا اضغط على add new resource new string value، اوكي. بعدين هتحط هنا النيم الخاص بالفاليو بتاعتك، مثلا هنخليه title بالشكل ده، ونحط اسم التايتل بتاعنا، مثلا هنخليه احسب وزنك على كوكب المريخ مثلا، تمام. طيب بعدين نضغط اوكي، هيغير الاسم بالشكل دوت. تعال نسحب المربع بتاعنا بحيث يبقى مظبوط. لو لاحظت ان هتلاقي هنا في ملف values هتلاقي في strings ان هو اضاف لي
التايتل اللي انا حطيته وهو كتب لي الكود. دي طريقة سريعة اخرى لاضافة السترينج او الاسماء عندك داخل ملف سترينج بطريقة سريعة. طيب احنا حطينا تكست فيو، ناقص لنا edit text. قلنا ممكن نكتب هنا في السيرش على طول edit اسم العنصر اللي هو plain text اللي هو edit text. اوكي طيب تعالى نحطه هنا ونربطه بالعنصر اللي فوق، نربطه باليمين واليسار بالشكل دوت. طيب عايزين button بالشكل ده، نسحبه اوكي ونثبته يمين ويسار فوق بالشكل ده. اوكي طيب محتاجين ايه كمان؟ محتاجين تكست فيو اللي هيتعرض فيه الوزن بعد ما نعمل له الحساب بتاعه. تمام تعال نكبر الخط مع بعض، تعال نخليه بولد في السنتر، وهنا نقدر نكبر الخط بالشكل دوت. اوكي طيب والبطن، البطن برضو ممكن التكست بتاعه نعمله بنفس الطريقة، add new resource بعدين new string value. طيب هنقول beauty مثلا ده ال resource name، وال value القيمة بتاعته اللي هو الكلام اللي هيظهر أمامك على البطن. مثلا ممكن نخليه احسب الوزن بالشكل ده، نضغط OK هتلاقيه ظهر معاك. تعال نكبره شوية، خليه مثلا 18. اوكي تعالى هنا برضو نفس الموضوع، هنا هنشيل نيم، عايزين الهنت، الهنت اللي هي الكلام اللي بيظهر ك في الخلفية. طيب تعالى ممكن تبحث عليه على طول من هنا على هنت، او في السيرش هنت بالشكل دوت. مثلا هنخلي الهنت بنفس الطريقة، add new resource نحط hint والفاليو مثلا نكتب ضع وزنك. اوكي هيظهر بالشكل دوت. text view عايزين نشيل كلمة text view. اوكي هيبقى بالشكل دوت. ممكن نغير لون الزرار، تعالى نغير لون الزرار من background color بالشكل ده. project ممكن primary color بالشكل دوت، تعال نكبره شوية. طيب التكست عايزينه مثلا نخليه لونه أبيض، فهتلاقي هنا text color نضغط عليه وممكن نخليه أبيض بالشكل دوت. ممكن نكبره شوية بالشكل دوت. تمام طيب محتاجين ايه كمان معانا في التصميم؟ محتاجين ان احنا نعمل اي دي للتلات عناصر اللي احنا هنبتدي نستخدمهم. ده هنجلب منه الوزن بتاع المستخدم، ودوت هنعمل عليه اكشن وهو عند الضغط مثلا هيبتدي يحسب الوزن، وهنا هنعرض الوزن. فمحتاجين اي دي للثلاثه دول. طيب اول حاجه الاي دي مثلا بتاع الايديت تكست بتاع الوزن، يبقى ممكن نسميه ايديت تكست ويت. تمام وعندي طبعا اقول لي يس، وعندي البوتون مثلا ممكن نخليه بوتون سي اي ال. اوكي وعندي تكست فيو ممكن نخليه تكست فيو اندرسكور وبعدين result بالشكل دوت. تمام طيب عندي هنا ناقص ان انا اثبته الاسفل. اوكي تمام كده خلصنا من التصميم، تعالى نشوفه مع بعض.
تعال نعمل run. تمام، البرنامج معانا زي ما انت شايف كده، الدنيا تمام، تصميم مظبوط. اوكي، طيب بكده وصلنا لاخر الحلقة دي. احنا صممنا البرنامج بتاعنا، الحلقة اللي جاية انتظرها وهي تكويد البرنامج، حساب وزنك على كوكب اخر. تمام، هنكود طبعا في ملف المين. في الدرس دوت كان بس تصميم. كده وصلنا لاخر الحلقة، افكرك تعمل لايك وسبسكرايب للقناة وعمل شير. انتظرونا الحلقة اللي جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.